طبعا المومياوات انتصرت فيها الموسيقى الكلاسيكية بغنى مصري طبعا. وبأصوات من الأوبرا بديعة، كانوا مشرفين. الحدث ده كان بالنسبة لك عامل ازاي؟ لان في جزء كمان من كيانك كفنانة. طبعا حدث فخر لينا كلنا الحقيقة كمصريين، والعالم كله، والعالم كله شهد مجهود كان رائع وعمل متكامل الحقيقة، يعني من خلال وزارة السياحة والآثار يعني نتج عنها طبعا بالشراكة مع كتير من الجهات في الدولة، واحنا جزء منهم طبعا كوزارة الثقافة ودار أوبرا. الحقيقة كان هو ده يعني ده بيبين قد ايه التكاتف لما بيكون عمل ضخم يخص شيء عظيم، ان لازم جهات كتيره تكون مع بعض، نتج عنه فخر بقيمه. وكمان الحقيقه اجمل ما فيه ان سلط الضوء على شريحه الفنانين المهمين جدا جدا، من اللي هم فنانين دار الاوبرا المصريه وفنانين الموسيقى الكلاسيكيه بشكل عام، زائد طبعا الموسيقى العربيه، الخلط اللي تم، زائد طبعا الحقيقه هشام نزيه موسيقي رائع. يعني ما كنتيش مبسوطة لما الناس البسيطة الشعبية بقت تاني يوم بعد المومياوات تسأل على الهارب طبعا، وتسأل على عزفة الدرام والكلام ده كله، ما كنتيش حاسة ان ده انتصار طبعا للموسيقى. طبعا انتصار. وعلى فكرة ما هو ده جزء برضه مهم جدا للإعلام، لأن هو تم ترويجه إعلاميا بالشكل لائق جدا جدا، فبالتالي الإعلام أو الناس بتتقبل ما يقدم من خلال الإعلام، فده شيء مهم جدا.